السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في حلقه جديده وفي اعلان جديد. الاعلان ديال اليوم اخواني جبت لكم واحد الشركه سميتها سانتوري 21 كازا اي موبيلي، وهذه الشركه هذه كتوظف الناس اللي هما عندهم ليكسبيريونس في الكوميرسيال، وكتواجد هذه الشركه هذه في كازا بلانكا، وكتقلب على الناس اللي غادي تحطهم في لي زاجون ديال لي موبيلي في مدينه كازا. وهذه الشركه هذه عندها بزاف ديال لي زافونتاج كي شفتوا في الصوره المصغره. السالير اللي كتعطي هذه الشركه هذه راه كتعطي صالير مزيان، ولي زافونتاج اللي ما كاينينش في شركات اخرين اللي كتخدم الناس بالطريقه ديال انها تخدم بالاكسبيريونس، يكون عندك اكسبيريونس في الكوميرسيال. هذا الشيء اللي كتحتاج هذه الشركه هذه، وانا نعطيكم لي زافونتاج في هذا الفيديو هذا، ونشرح لكم بزاف ديال المسائل في هذا الفيديو هذا. تبعوا معايا الفيديو الى اخره، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بالنسبه يا اخواني للمهام اللي غديروا في هذه الشركه اللي خدمتوا بها في لي سونتري 21 في لي جازون ديال لي موبيلي، انك غدير يعني بزاف ديال المهام، بحال مثلا ابلاغ العملاء المستاجر او المشترين او البائعين، عقد اجتماعات اكتشاف عملاء في الميدان، اداره نشر الممتلكات، تحديد البضائع التي من المحتمل ان تناسب مع طلب العميل، زياره وتقييم العقارات والمعروضه للبيع كذلك، التفاوض والتوقيع على اتفاقيات البيع والايجارات التجاريه، استلام المستندات المطلوب تسليمها الى كتاب العدل، وكذلك بزاف ديال المهام. وكيف قلت لكم في الاول ان هنا عندنا بزاف ديال لي زافونتاج. لي زافونتاج بحال مثلا كتستافد من دورات تدريبيه عاليه المستوى غير محدوده، فيها فيديوهات مباشره وكذلك تعليم الكتروني، وكاين المراقبه والدعم الفردي من قبل فرق الخبراء اللي كاينين في المقر الرئيسي، تدريب الشؤون القانونيه وكذلك الموارد البشريه واداره المبيعات، وكذلك ادوات تكنولوجيه للمعلومات عاليه الاداء ومتطور باستمرار لتطوير اعمالك في هذا الدومين ديال الكوميرسيال. وكذلك اخواني في الاخير غادي نعطيكم لافونتاج اللي هو زوين بزاف في هذه الشركه هذه، اللي هو الصالير. الصالير اخواني 7000 درهم فيكس مع العمولات غير محدده، وكذلك بالنسبه للكونترا، كونترا دو ترافاي انديتيرميني، يعني العقد ديال العمل غير محدد، مع كذلك الميزه زوينه اللي هي التامين على المرض الامو واللي هو على لا سينيسيس. هادو هما لافونتاج اللي زوينين بزاف اخواني. بالنسبه للبروفيل ريشيرش اخواني، خص تكون عندك تجربه في التجاره، تكون عندك تجربه في التجاره، تكون تجربه في التجاره ناجحه 100% باش نجح في هذه الخدمه اللي غدير اخواني الى دفعتوا الطلب ديالكم وتقبلتوا. اخواني غنجيو للمرحله الاخيره، وهي كيفاش غادي نبوستيليو لهذه الشركه هذه باش نخدموا فيها. نبوستيليو ليها بواحد الطريقه، نوجدوا السي في ديالنا ونحطوا فيه ديزيكسبيريونس ديالنا في الكوميرسيال، وندخلوا لهذا الرابط اللي غنحط لكم في صندوق الوصف. ندخلوا لهذا الرابط اخواني، غادي يدخلنا مباشره الكونت ديال او الكونت ديال لاجون ايموبيلي اللي هو متخصص لهذا الشركه هذه اللي حاطينه في لينكد ان، ودير فيه الكونت. عندك الكونت فيه مزيان، ما عندكش دير كونت في هذا الموقع هذا اخواني، وغتدخل مباشره الكونديداتور سامبليفي، وتضغط عليها بالطريقه هذه وتمشي مباشره لهذا المكان، وغادي تيليشارجي السي في ديالك اللي هو مصوب قاد بطريقه مزيانه، غير اما فورما ديال الدوك او لا فورما ديال البي دي اف، وندير هنا تيليشارجي لو سي في ديالنا. غادي نهزو السي في ديالنا بالطريقه ونديرو اوفغيغ ونحطو مباشره يتيليشارجي في هذا المكان وصل 100% ونديرو سويفونت. وكنصحكم انكم كنتو كوميرسيال ناجح 100% دفعوا لهذا الشركه هذه اخواني، راه عندها مميزات رائعه جدا. وكنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش تضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.